ما أعتقد هالشيء دقيق أخ داود، لكن البرامج اللي سوف تخرج سوف تحفز عمل القطاع الخاص بشكل قوي جدا، وسوف تزيد المبيعات للقطاع الخاص بشكل قوي جدا. إذا أنفقت مئات المليارات في فترة قصيرة من الزمن، هذه بلا شك سوف يكون أثرها إيجابي جدا على القطاع الخاص. مثلا أضرب لك مثال، في السابق كنا نعتمد على الإنفاق الرأسمالي الحكومي فقط، صح؟ اليوم بيكون عندنا في السنوات القادمة إنفاق رأسمالي حكومي عالي، واحد. اثنين، بيكون في إنفاق من الاحتياطيات اللي هي ذكرت برنامج التوازن المالي 200 مليار لتنمية القطاع الخاص، فهذا إنفاق غير الإنفاق الرأسمالي ميزانية الحكومة تعودنا عليه، غير المشاريع. صحيح. ثلاثة والمهم، إنفاق صندوق الاستثمارات العامة. صندوق الاستثمارات العامة سوف ينفق داخل السعودية بعد طرح أرامكو ما يزيد عن 500 مليار ريال سعودي فقط في 3 سنوات. لك أن تتخيل هذا الإنفاق في الصناعة العسكرية أو صناعة السيارات أو صناعة الترفيه أو صناعة السياحة أو غيرها من الصناعات، ما هو أثره على جميع قطاعات القطاع الخاص. فهذا سوف يحفز بشكل قوي جدا مبيعاتهم في كل القطاعات، سواء التجزئة أو النقل أو قطاع الخدمات إلى آخره. تبي تفرضون ضرائب على الشركات، على دخل الشركات؟ لا، هذا لم يذكر، ولم يذكر في برنامج التوازن المالي، وذكر في الرؤية أنه لن يوجد أي ضرائب على الثروة أو أي ضرائب على الدخل.